عايز نقعد يا جماعه السكه يا جماعه سكه على راسي اخر مره قابلت حضرتك مش وقت والله يا شباب تابعينا في كل مكان. تم الآن الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان الفنان طارق عبد العزيز الذي توفي مساء أمس عن عمر نهزة 55 عاما بعد أزمة قلبية مفاجئة. طبعا عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات متواجد هنا لتشيع جثمان الراحل. استاذ حمزه صديق كبير صديق وفي بتقول له ايه النهارده البقاء لله يعني طبعا تقول لي البقاء لله افتح باب الجليد ده يا حسن لا لا معايا توقف وشي بعد اذنك بعد اذنك استنى بس عشان عايز اصور اهو يا غالي صور اهو طب احنا كده واقفين في وش جدا في الزنا لحظة خروج جثمان الفنان طارق عبد العزيز أدعو له بالرحمة. طبعا عدد كبير من نجوم الفن كانوا متواجدين لحظة تشييع جثمان الفنان الراحل. طبعا حالة من الحزن الشديد جدا أصابت الوسط الفني بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز أدعو له بالرحمة.
طبعا خروج جثمان الفنان طارق عبد العزيز الان من هنا من داخل مسجد الشرطه بمدينه الشيخ زايد الى مسواه الاخير. طبعا ادعو له بالرحمه، طبعا حاله من الحزن الشديد يعني وحاله انهيار وبكاء شديد جدا جدا على الفنان الراحل. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا يعني عدد كبير جدا من نجوم الوسط الفني كانوا في تشييع جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز من هنا من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حالة من الحزن الشديد، ابرزهم طبعا الفنان محمد هنيدي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان نهاب فهمي، الفنان اشرف زكي، الفنانه نهال عنبر، الفنانه يعني سلوى محمد علي، وعدد يعني نجوم الفن، الفنان سليمان عيد، الفنان اشرف زكي زي ما قلت لحضراتكم نقيب المهن التمثيليه، كله كان متواجد. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معنا الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. على اللي يا دكتور بقال الله المقابر هتكون فين؟ فريق الفيوم. فريق الفيوم اللي هي الواحات. استاذ اشرف كلمه فقدنا فنان عظيم وانسان عظيم. بس فقدنا انسان عظيم وفنان عظيم ربنا زي ما حضراتكم متابعين يعني خروج الفنانين وكله في طريقه الى المقابر. هنتابع مع حضراتكم، هكون مع حضراتكم لحظة تشييع الجثمان من هنا من داخل المسجد. شكرا لكم.